بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ لكم إن شاء الله النهاردة محاضرة رقم 2 عن الأرش سلاب. الأرش سلاب اللي هي البلاطات العقدية إن شاء الله هقدمها على جزئين، بارت 1 وبارت 2. وزي قلنا في المحاضرة الأولى اللي هي Introduction to Big Holes أو Introduction to Long Span Structure، قلنا في المحاضرة دي ودي كان عبارة عن كونسيبت مهم جدا، إن إحنا في عندنا منشآت إذا انطبق فيها محور المنشأ على اللاين بريشر تعتبر منشأ إيكونوميك، لأن تلاشى المومنت وبالتالي أصبح الجزء الأساسي اللي هو اللي بيأثر على المنشآت في تصميمها المومنت والشير انا قللته تماما، وبالتالي حصلنا على منشآت السبان بتاعها كبير، وبالتالي اقدر اكبر ابعاد الصالة اللي هو عرض الصالة، وطبعا الطول زي ما احنا عايزين، وبالتالي حصلنا على منشآت الدايمنشن بتاعتها والتسليح بتاعها قليل جدا، ودي سميناها more economic main supporting element. يبقى المور ايكونوميك مين سبورتنج اليمنت هي المسؤولة عن نقل الحمل اللي جاي من الروف الى الاعمدة وبالتالي الى الفاونديشن. فالارش سلاب احد المين سبورتنج اليمنت، والجزء الاول من المحاضرة هنتكلم فيه على انترودكشن، هنتكلم فيه على رياكشن ميكانيزم اوف ذا ارش سلاب، هنتكلم فيه على الارش سلاب كومبوننت، على اللود ترانسفير، هنتكلم فيه على الكونكريت دايمنشن اوف ذا ارش سلاب، وهنتكلم فيه اخيرا على الاستاتيكال سيستم بالنسبه للارش سلاب. ان شاء الله المحاضره الثانيه الجزء الثاني من محاضره الارش هنتكلم على الستريننج اكشن لاي نوع من انواع الارش، وبعدين هنتكلم على الستريننج اكشن للارش سلاب تحديد، وهنتكلم على design component of arch slab وعلى reinforcement details of column footing joint، واخيرا هنشوف application على الarch slab. اول نقطة الانترودكشن، الانترودكشن دي بنتكلم على ايه؟ هو اصل الarch slab كان عبارة عن ايه؟ الarch slab كان عبارة عن one way solid slab، ولكن الوان واي سورد سلاب كانت عبارة عن بلاطة في حملها بيروح في اتجاه واحد، كان الزمن بتاعها محدود، بيدي أكبر عزوم، وبالتالي بيديني الإفشنسي بتاعتها أقل ما يكون، وزي ما شرحنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت هذا الموضوع. طيب عايزين نعرف الأرش سلاب ده كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن بلاطة حملها بيروح في اتجاه واحد، وكان السيستم بتاعها كان بالشكل ده. كان البلاطة دي كانت عايزة تحصل لها ايه؟ كان عايزة حركة البلاطة عايزة تنزل لتحت كويس، وبالتالي كان لها رد فعل لفوق رأسي يقاوم حركة البلاطة. طيب طالما حركة البلاطة لتحت ورد الفعل بتاع البلاطة لفوق، يبقى قلنا الحمل ده هيتنقل عن طريق ايه؟ الواي. هيتنقل عن طريق احط طالما هنا vertical reaction يبقى محتاج vertical beam، يبقى اضطرينا نحط vertical beam عشان تقاوم ال vertical reaction اللي جاي من البلاطه. كويس قوي. طيب ال vertical beam دي سبورت على ايه؟ سبورت على الكولومز، وعشان كده بنقول الحمل بتاع البلاطه يتنقل ازاي؟ حمل البلاطه بيتنقل من البلاطة إلى الفيرتيكال بيم إلى الكولومز ثم إلى الفاونديشن. دي كانت فكرة السوليد سلاب. طيب عايزين نشوف بقى ميكانيكية ردود الأفعال للأرش سلاب. إيه اللي بيحصل بنفس الفكرة ده؟ الأرش سلاب ده عايز يتحرك حركتين، حركة رأسية وحركة أفقية. الحركة الرأسية ادي الفيرتيكال موشن، الارش سلاب دي عايزة تنزل لتحت كويس،
يبقى اذا لازم امنع الحركه دي عن طريق ان انا امنعها برد فعل راسي اسمه واي واحد. يبقى دي نتيجه الحركه الراسيه، لازم امنعها برد فعل عشان يبقى المنشأ استيبل برد فعل راسي اسمه واي واحد. ايه الحركه الثانيه اللي الارش سلاب عايز يتحركها؟ الارش سلاب عايز يتحرك السبورت ده والسبورت ده، عايزين يتحركوا في اتجاه افقي، يبقى لازم امنع الحركه دي برد فعل افقي اسمه اتش. طيب رد الفعل الراسي واي واحد محتاج ايه؟ محتاج كاميرا راسيه عشان تكون الانيرشيا الكبيره بتاعته تقاوم رد الفعل الراسي. ورد الفعل الافقي محتاجه ايه؟ محتاجه كاميرا افقيه عشان تبقى الانيرشيا في الاتجاه الافقي تقاوم رد الفعل الافقي اتش. عشان كده احنا محتاجين ان يبقى في فيرتيكال بيم عشان تقاوم الفيرتيكال رياكشن اللي هو الفيرتيكال بيم سبورت على لامدا. ايضا الهوريزونتال رياكشن محتاج لهوريزونتال بيم نظرا للستيفنس بتاعته تبقى عاليه، وهو ايضا سبورت على الاعمده. تعال نشوف الارش سلاب وزود طاي ده، دي عشان نشوف كفكر عام للارش سلاب. لو انا عملت ارش سلاب وزود طاي، الموفمنت بتاع الرياكشن بتاع الفيرتيكال والهوريزونتال بيم بنعكسهم على العمود. ادي الارش سلاب مرتكزه على اعمده بس كده زي ما هي، نشوف ايه اللي هيحصل لها. زي ما قلنا من شويه الارش سلاب مرتكز، حطيت له فيرتيكال بيم، الفيرتيكال بيم سبورت على العمدان، يبقى رد فعل الفيرتيكال بيم هيتنقل نفس رد الفعل ده عن طريق العمود. يبقى رد الفعل بتاع الفيرتيكال بيم، لان الفيرتيكال بيم عباره عن كونتينوس بيم سبورت على الاعمده، يبقى رد الفعل الرياكشن بتاع الفيرتيكال بيم بيتنقل على العمود. طيب قلنا ان رد الفعل نتيجه الحركه الافقيه للارش لازم اعمل هوريزونتال بيم تقاوم الحركه دي عشان تمنع الارش من الحركه الافقيه، والكاميرا الافقيه سبورت على ايه؟ سبورت على العمود. وبالتالي ان اذا الكاميرا الافقيه سبورت على العمود، ورد فعل الكاميرا الافقيه لازم هيتنقل على العمود في اتجاه معاكس، يبقى ادي رد فعل بتاع الكاميرا الافقيه. طيب الفيرتيكال رياكشن ده هيروح الفاونديشن، مفيش فيه مشكله، لكن الفيرتيكال الهوريزونتال رياكشن اللي هو رد فعل الافقي ده اللي جاي من الكاميرا الافقيه هيعمل ايه في العمود؟ هيعمل في العمود في بيندنج مومنت، وهيسبب شروخ في اتجاه التنشن سايد، ونتيجة ان في مومنت على ناتج من القوة الافقية في الارتفاع يديني بيندنج مومنت فوق القاعدة، هيضطر اعمل ترحيل كبير جدا او اعمل بايل فاونديشن عشان تقاوم المومنت اللي جاي من القوة الافقية اللي منقولة من الهوريزونتال بي. وعشان كده لو انا حبيت احصل على انفورم ستريس يبقى لازم اعمل ترحيل ديسبليسمنت للقاعدة عن محور العمود، وجد ان الترحيل ده كبير جدا. عشان كده الكولوم سبجكتد تو ام وان والستريس عند القاعدة نون انفورم، الا اذا كنت عايز اعمل يونيفورم ستريس يبقى لازم اعمل ترحيل للقاعدة زي ما انا شايف كده، والترحيل ده وجدنا ان كبير جدا ايه نتيجة ان القوة الافقية كانت كبيرة جدا لان ارتفاع الارش كان كبير. ارتفاع الطاي عن القاعدة كان كبير وبالتالي اداني مومنت كبير. وبالتالي اضطرينا ان نعمل ارش سلاب وستاي. اما بنعمل ارش سلاب وستاي على عمود، ايه هدف ان انا حط الطاي؟ تعالوا نشوف ايه الهدف. زي ما قلنا قبل كده الكاميرا الرأسية
نتج اللي هي سبورت على العمود اتنقل رد فعلها للعمود، والكاميرا الأفقية اللي كانت سبورت على العمود عملت رد فعل أفقي نقلناه للعمود. قلنا عشان ما نقلش رد الفعل الأفقي باللي جاي من الكاميرا الأفقية يتنقل على الفاونديشن وتعمل ديسبليسمنت كبير أو تعمل مومنت كبير ويديني تسليع عمود كبير وممكن يعمل شروخ في الحالة ده، هي قلنا طيب ما نربط العمود ده من فوق بطاي. هو طبعا النقطة دي كانت بتتحرك لبره والنقطة دي كانت بتتحرك لبره، يبقى لو ربطتهم بإليمنت، الإليمنت ده نتيجة الحركة دي لبره ودي لبره، يبقى ده مشدود. طالما مشدود سميناه طاي، يبقى طاي ده بيتعرض إلى أهون، بيتعرض إلى تنشن فورس. معنى كده يبقى القاعدة عليها إيه؟ القاعدة أصبح عليها أكسيال كومبريشن رياكشن رأسي بس، وبالتالي محور العمود هو محور القاعدة ومفيش ترحيل للعمود لأن مفيش مومنت، وبالتالي كان الكولوم بيتعرض لأكسيال كومبريشن، وبالتالي الاسترس في الحالة ده هي يعتبر يونيفورم استرس بالنسبة تحت الفاونديشن. عشان كده قلنا المكونات العناصر بقى اللي هتشيل القرش هي ايه؟ مش البلاطة بس، ده البلاطة دي ده جزء من مكونات القرش، يبقى القرش سلاب دي البلاطة بس. قلنا البلاطة دي محتاجة ايه عشان تبقى ستيبل؟ محتاجة فيرتيكال بيم تمنع الحركة الرأسية للكامر، والفيرتيكال بيم سبورت على العمود. محتاجة كمان هوريزونتال بيم، الهوريزونتال بيم محتاجة تبقى أفقية عشان تمنع الحركة الأفقية للقرش، عشان كده يبقى القرش restrained against vertical motion و horizontal motion، يبقى ما يتحركش رأسي ولا يتحرك أفقي. كده القرش stable against الحركة الرأسية والحركة الأفقية. فالحركة الرأسية شلتها بالvertical beam اللي هو support على العمود، والحركة الأفقية منعتها بالhorizontal beam اللي هو أرض أيضا support على العمود. طيب الفيرتيكال رياكشن بتاع العمود زي ما قلنا من شويه راح الفيرتيكال بيم، والهوريزونتال رياكشن ده اتنقل للعمود عشان ما يعملش مومنت كبير، عملت له طاي. طيب كده الطاي اصبح هو ريست على ايه؟ مربوط في العمود. مربوط في العمود لو انا سبت بالوضع الحالي، يبقى مكونات القرش عبارة عن بلاطة شكلها قرش مرتكزة على كاميرا فيرتيكال وهوريزونتال، والفيرتيكال وهوريزونتال سبورت على العمود، وربطتهم بطاي عشان تمنع الحركة الأفقية عشان ما يتولدش عزوم على القاعدة. كده وجدنا أن البحر بتاع القرش لو فرضنا بيوصل لحد 18 متر زي ما هنشوف كمان شوية، الأون ويت بتاع القرش بتاع الطاي، الوين ويت بتاع الطاي لوحده هيبقى عامل عزوم كبيرة جدا، عبارة عن الون ويت في ال سكوير على 8 عزوم، لان قلنا الطاي سبورت هو رابط العمود. طب وزنه الذات الون ويت بتاعه هيعمل بيندنج مومنت عبارة عن الون ويت في ال سكوير على 8. هجد ان الطاي بيتعرض التنشن زائد مومنت، يبقى ده بيج اكسنتريستي، وبالتالي هيطلع ابعاد للطاي كبيره جدا وتسليح كبير جدا. طب عشان اقلل تاثير المومنت الناتج من الاون ويت على الطاي، قلنا هربطه في علقات وربط العلقات في القرش، يبقى اصبح الطاي سبورت على كل علاقة اللي هي بتتكرر كل قد ايه، مسافة ايه من 3 ل 5 متر، والعلاقات دي اللي هي الهانجرز بعلق بربطها في ايه؟ بربطها في القرش. اذا وجود الهانجر
عشان تقلل تأثير الأنوير بتاع الطاي، وتبقى بدل ما كان السبان بتاعها 18 متر يبقى بحط هانجر بيتكرر كل مسافة من 3 ل 5، يبقى خلى المومنت بسيط، وبالتالي أبقى أعتبر إن الطاي أندر أكسيال تنشن ومعلوش مومنت، يبقى تطلع أبعاده كويسة والتسليح بتاعه أبعاد معقولة، لأن الهدف في الأول وفي الآخر هدف إيكونوميك، فما ينفعش أنا أوفر الأرش يبقى عليه مومنت نورمال فورس بس والمومنت لغيته، وأجي في الطاي يبقى أبعاده كبيرة جدا ومومنت كبير وتسليح كبير، يبقى أنا ما عملتش حاجة، المنشأ أصبح غير اقتصادي. عفوا، يبقى الهانجر هدفه بقلل تأثير الاون ويت على المومنت الناتج من الاون ويت بتاع الطاي، والهانجر بيتعلق في القرش. طيب اما علقنا الهانجر في القرش، القرش سمكه زي ما هنشوف دلوقتي حالا سمكه بسيط جدا، يبقى الهانجر شال ايه؟ شال الطاي، شال الاون ويت بتاع الطاي كوزن، كل هانجر بيشيل من نص للنص. اما اجي اعلقه في البلاطه القرش، طب ما هي البلاطه دي زي ما هنشوف دلوقتي سمكها بيتراوح من 8 لحد 12 سنتي، لان عليها كومبريشن بس ومومنت بسيط قوي زي ما هنشوفه في التصميم. يبقى البلاطه الصغيره دي اما اكون سمكها صغير واجي اعلق فيها الهانجر، هيحصل مكان التعليق ده ايه؟ لوكال باكلينج، هيحصل فيها ستريس كونسنتريشن، ممكن يحصل فيها بانشنج. طيب الله، ده في مشكله، يعني معنى كده ان انا علقت الحمل الكونسنتريتد في بلاطه سمكها صغير نتج منها مشاكل كتير. طب الحل، هعلق الهانجر في ايه؟ قلنا هنعمل فوق الهانجر، يعتبر فوق البلاطه القرش، اعمل كاميرا مقلوبه ماشيه مع القرش، كاميرا انفرتد بيم ماشيه مع القرش، بسميها ستيفنر، بتزود الجساءه بتاع البلاطه في الحته دي كانها كاميرا انفرت. طب بحط الاستيفنر ده ليه؟ اهون بستخدم ستيفنر، يبقى الاستيفنر ده سبورت على ايه؟ سبورت على الامدان، يبقى السيستم بتاع الاستيفنر هو السيستم بتاع القرش. وهدف الاستيفنر ايه؟ هذا الاستيفنر بدل ما كنت بعلق الهانجر في البلاطه اللي سمكها صغير، لا اقوم مطلع معلقه في الكاميرا المقلوبه، وبالتالي اصبح الاستيفنر متعلق بيشيل الهانجر، والبلاطه القرش سلاب ملهاش علاقه بالهانجر، يبقى دي اهميه الاستيفنر. اذا لو ما عنديش طاي يبقى مش محتاج هانجر، يبقى مش محتاج استيفنر، دي تبقى قاعده عامه كده، يبقى دي الكومبوننت بتاع القرش. هنزود برضو في الجزء ده عشان يزيد تخيلنا، هنشوف منظور كده يبين الكومبوننت بتاع القرش سلاب. ادي القرش سلاب، القرش سلاب ده الافكتيف سبان بتاع الكولوم، بس مش هو الافكتيف سبان بتاع القرش، لان القرش سلاب سبورت على كاميرات، كاميرا فيرتيكال، يبقى الافكتيف سبان بتاع القرش هي المسافه بين محاور الفيرتيكال بيم اللي هي سبورت على العمود، والعمود بيتكرر كل مسافه اس اللي هي من 4 على 6 متر، وادي طول الهول، الهول ده اللي هو بيغطيه القرش اللي هو ورشه بقى صناعيه او مصنع او ايا كان استخدامه، ولكن الصاله دي لها عرض اسمه ال الخاص بمحور العمود، ولها طول ال هول بيبقى موجود اعمده على المحاور الخارجيه مسافتها اس اللي هي مسافتها من 4 ل 6 متر.
وإيه كمان؟ آدي البلاطة أول مكون قلناه، والبلاطة دي قلنا عايزة تنزل لتحت فبتولد رياكشن فوق، فلازم أمنعها بكاميرا تاخد الرياكشن ده، يبقى عندي فيه فيرتيكال بيم، والفيرتيكال بيم سبورت على العمدان. كويس. وإيه كمان؟ كمان عندي هوريزونتال بيم. دي ليه؟ عشان أقيد الحركة الأفقية، الموشن الأفقي اللي نتجت من القرش، فبعمل لها كاميرا أفقية تأيد الحركة الأفقية بتاع القرش، وهي نفسها سبورت على إيه؟ سبورت على الأعمدة. طب وإيه كمان؟ الطاي اللي أنا قلت بحط الطاي بربطه العمود. ليه؟ عشان الرياكشن الأفقي اللي جاي من الهوريزونتال بيم عند العمود ما يقلبليش مومنت على القاعدة ويعمل ترحيل للقاعدة كبير، ويبقى الاستريس تحت القاعدة نان يونيفورم لو أنا ما عملتش ترحيل، ويبقى تصميم العمود مش أندر أكسيال فورس إم وإن، وبالتالي يطلع أبعاد العمود كبيرة جدا. فقمت حاطط طاي تمنع العزوم تنزل لتحت، هو يشيل القوة الأفقية طالما الطاي مربوط للعمود ده والعمود اللي قباله. كويس. امتى القوة تتنقل في الطاي للقعدة؟ لو الطاي اتقطع، لو حصل بروكن للطاي، او لو حصل الحديد بتاع الطاي اللي انا كنت رابطه حصل سبليتنج، وبالتالي هيتولد القوة الأفقية للعمود تاني ويتولد على القعدة، وتبقى فيه مشاكل لو انا كنت مصمم ان فيه طاي. يبقى عرفنا دلوقتي الطاي اهميته ايه. قلنا الطاي هيعمل المومنت دبليو ال سكوير على 8 الناتج من الاون ويند، فقلنا الكلام ده هيطلع لي في الاخر طاي الحديد بتاعه كبير جدا، وهيطلع التسليح بتاعه كبير والدايمنشن كبيره، وبالتالي هيبقى المنشا ان ايكونومي. طب الحل نربطه بهانجر، يبقى الهانجر هدفه ايه؟ يقلل تأثير المومنت الناتج من الاون ويت، بدل ما كان اون ويت في ال سكوير كلها على 8، يبقى الان ويت في المسافة الصغيرة بين الهانجر اللي قلنا عليها ايه، من 3 ل 5 متر على كي، وتبقى على 10 كمان لانها كونتينوس، وبالتالي خلى المومنت على الطاي الناتج من الاون ويت قيمة صغيرة جدا، وبالتالي اصبح الطاي اندر اكسيال بس، والمومنت may be neglected. قلنا مشكلة الهانجر متعلق فين؟ في القرش. طب القرش ده سمكه صغير جدا، فأنا خاف هنجد أن يحصل إيه؟ هيحصل stress concentration، local stress تحت كل هانجر. تاني حاجة ممكن يحصل local buckling، اللي يحصل انبعاج للقرش في النقط دي. ده ممكن يحصل أكتر من كده كمان، ممكن يحصل bunching بين الهانجر وبين البلاطة. طيب قلنا الحل ايه؟ اعمل كاميرا مقلوبة فوق كل عمود، كل عمود اعمل كاميرا مقلوبة، سميناها ايه؟ سميناها ستيفنر، سميناها ستيفنر. هنشرح كل الكلام ده دلوقتي، ولكن خلينا عشان تكمل الفكرة هنشرح هنا استفنر. استفنر هو عند كل عمود في استفنر. الاستفنر ده يبقى معنى كده الهانجر الحديد بتاعه علقه فين؟ علقه فوق في الاستفنر مش في البلاطة، ويتربط في الطاي عشان ما يحصلوش سبليتنج، لان ده اندر اكسيال تنشن. زي ما شفنا المسافة دي بتكرر كل مسافة اس، وبنحط الكاميرا في مسافة معينة في العمود. حقيقة الكاميرا دي لها فايدتين. الفايدة الأولانية العمود ده البعد الطولي للعمود، والناحية التانية العمود هو البعد العرض الرفيع، العرض الصغير اللي هو الويتس. المعنى كده العمود نتيجة الفيرتيكال رياكشن ممكن يحصل له باكلينج، يلب العمود. طب عشان أعمل ريديوس للباكلينج أربطه في كاميرا في اتجاه الأوت أوف بلين، يبقى دي أساسا الكاميرا دي أساسها تو ريديوس الباكلينج، وبالتالي ما يبقاش لونج كله يبقى عليه اديشنال مومنت ويزود التكلفه. يبقى مجرد ما احط كاميرا كده هون، والكاميرا دي كده ولا كده انا محتاجها
عشان بدل ما كمان بتعمل ريديوس الباكلينج، انا كمان الكاميرا دي اما جابني طوب زي ما احنا شايفين دلوقتي، غطي بقى اقفل المصنع من الخارج، مساحة الطوب المفروض ما تزيدش عن كام؟ 25 متر مربع، عشان ما يحصلوش شروخ نتيجة الشرينكش. وبالتالي لو المسافة دي 5 متر، يبقى المسافة دي لو انا عايز ابني طوب لا تزيد عن 5 متر، طب افرض ارتفاع ده 7 متر او 8 متر، يبقى الكاميرا دي بقلل مساحات الطوب. تاني حاجة برضو الكاميرا دي الأهمية، عشان أعلق عليها الشبابيك اللي هو السايد جلاس ويندوز في فترة الصيف، بفتح الشبابيك دي تدخل تهوية طبيعية داخل الهول أو الورشة اللي موجودة. يبقى المكونات دي هي المكونات الرئيسية للقرش. طب لو أنا خدت قطع طولي كده إيه اللي بيبان؟ أخد بقى سيكشن سايد فيو عشان اشوف ايه اللي هيبان. هيبان اول حاجة الاستفنر هيبقى فوق، وبعدين قطاع القرش، وبعدين الطاي الهنجر، وبعدين الهنجر هيبان قطاع الطاي، والمسافة بينهم اللي هي اس. لو انا خدت قطاع هنا ده الجزء اللي قلت عليه، وعلى بعد اس هيبان الاستفنر والهنجر والطاي والقرش البلاطة القرش عند الكراون. لو انا خدت في النص هو هيبان سمك الايه البلاطه القرش. لو انا هشوف بقى قطاع لونجيتودينال، ادي سمك البلاطه عند الكراون زي ما هنشوف 8 سمكه من 8 الى 10 سنتيمتر. ادي المحاور اللي هي بتتكرر عند الاستفنر، المحاور المسافه بينها اس اللي هي من 4 ل 6 متر. هنا عبارة عن الهنجر، هنجر ده أبعاده 15 × 15، 20 × 20، 25 × 25، تعتمد على الهنجر هو شايل إيه. هل هو شايل الـ فقط الأون ويت بتاع الطاي، وبالتالي ممكن ناخده فئة أو 15 × 15 لحد ما تعمل ديزاين، لأن طالما ده تنشن ممبر يبقى أبعاد الخرسانة دي نسبة من حديد التسليح بتاعتها، بحسب الحديد واضربه في فاكتور في رقم من 40 ل 60، أطلع مساحة الخرسانة ويطلع هنجر أبعاده هي ما بتشيلش أحمال لأن الخرسانة ما بتشيلش تنشن. هنا آدي الطاي أبعاده مبدئيا 30 × 50 لحد ما أعمل ديزاين، لان ده عنصر رئيسي بيشيل تنشن. وادي الجزء اللي قلنا عليه انفيرتد بيم واللي سميناه ستيفنر، اهو اللي ده بنعلق فيه حديد الهنجر. طبعا طالما هو بنعلق فيه حديد الهنجر يبقى يفضل ايه؟ ان عرضه اكبر شويه من عرض الهنجر في حدود 10 سنتي. طب ليه؟ لو ده 15 اخلي ده 25، عشان لما اطلع الحديد الهنجر ما يبقاش العرض ده قد ده بالظبط، يدي فرصة لأن الحديد بتاع الاستفنر فيه كانة وفيه حديد علو مينيموم ستيل، يبقى الحديد بتاع الهنجر يلاقي فرصة إن أنا يخش في الاستفنر بدون ما يكون الحديد الكمات يعوقه في الاستخدام. يبقى ده الحديد بتاع الاستفنر، ويفضل يكون العرض هو أكبر من العرض بتاع الهنجر في حدود 10 سنتي لسهولة تعليق الحديد بتاع الهنجر داخل الاستفنر بقدر كافي. دلوقتي بقى هنبدأ نشرح على كيفية انتقال الحمل من بلاطة القرش إلى أن تصل إلى الأعمدة ثم إلى الفونديشن. زي ما عرفنا قبل كده أدي إليفيشن يشمل بقى كل مكونات الارش سلاب، ادي البلاطه ثم الفيرتيكال بيم ثم الهوريزونتال بيم ثم الكولومز وبعدين الطاي، وبعدين الطاي بيشيلوا الهانجر، والهانجر متعلق في الاستفنر اللي هو اللي اعلى الانفيرتد بيم. الميكانيزم بتاع نقل الحمل
تخيلوا أنا شلت البلاطة بتاع القرش، وعشان نتعرف على الأحمال اللي بتتنقل إزاي للعناصر اللي موجودة عندنا من البلاطة للفيرتيكال بيم ثم للهوريزونتال بيم ثم إلى الطاي ثم هكذا. تعالوا نشوف. أول حاجة أما أجي أخد أنا سيكشن في القرش، أدي سيكشن في القرش والأحمال اللي أبلايد عليها W، بجد إن أول حاجة قلنا في الرياكشن بتاع البلاطة. الرياكشن بتاع البلاطة هيتنقل لفين؟ YA. هيتنقل لفين YA؟ أيوه للفيرتيكال بيم. إذا الفيرتيكال بيم أدي YA يونيفورم لود، لأن دي عبارة عن ستريب 1 متر، يعني باخد شريحة في البلاطة كل 1 متر، يبقى وحدات دي كيلو نيوتن لكل ستريب يعني لكل 1 متر. يبقى ده الرياكشن واي اي كيلو نيوتن لكل متر للارش، لان الستريب دي عرضها 1 متر. طيب ايه كمان؟ طبعا الفيرتيكال بيم، الفيرتيكال بيم سبورت على العمدان، اذا ده يونيفورم لود مع وزنها مع وزن الهورزونتال بيم زي ما هنعرف بعد كده، بيديني رياكشن على العمود. ادي اهو الرياكشن ده بعكسه على العمود، ده بتاع الرياكشن بتاع الكاميرا بعكسه من فوق لتحت على العمود. كويس، يبقى احنا كده نقلنا تأثير الرياكشن واي اي للفيرتيكال بيم، والفيرتيكال بيم ادت فيرتيكال رياكشن، والفيرتيكال رياكشن راحت للعمود. كمان في ايه؟ الفيرتيكال بيم قلنا الاستاتيكال سيستم عبارة عن كونتينوس بيم، ادي الفيرتيكال بيم كونتينوس بيم، مسافتها قد ايه؟ مسافتها اس. اذا الفيرتيكال بيم شايل فيرتيكال رياكشن عبارة عن واي اي زائد الانويت. الفيرتيكال بيم بتطلع رياكشن اسمه ار واحد، وار واحد دي بتتنقل على العمود، وادي البندنج مومنت بتاع الكاميرا الفيرتيكال، ادي نيجاتيف مومنت في العمود وفيلد مومنت اللي هي بين العمدان او بوستف مومنت. طب الهورزونتال رياكشن بتاع القرش، الهورزونتال رياكشن بتتنقل على الهورزونتال بي، ادي اتش اي بتتنقل على الهورزونتال بي، الهورزونتال بيم سبورت على ايه؟ بتعمل طبعا رد فعل تاني، يبقى دي عبارة عن ادي الهورزونتال بيم. لو بتكلم على الكاميرا اللي هو الليفت سايد، يبقى الكاميرا دي الهورزونتال يعتبر القوة اللي جايلها ايه؟ جايلها في اتجاه من اليمين للشمال، اهي من اليمين للشمال ادي الحركة. يبقى لازما العمود يبقى له رد فعل، الكاميرا دي عكسية، دي ليفت بيم، ادي التي، ادي التي اللي هي رد فعل الكاميرا الأفقية، يبقى ما يعكسها على العمود، يبقى بعكس الكلام ده، لو ده من الشمال لليمين أعكسها على العمود من اليمين للشمال. يبقى ده الميكانيزم بتاع نقل الحمل، ادي شكل المومنت. هتجد ان الكاميرا الأفقية فوق العمود اللي هو في مكان الطاي المومنت نيجاتيف، وبين الطاي في عندي بوزيتيف مومنت. لو انا بقى استخدمت فلوت شارت وعايز اشوف اللود ترانسفير، قلنا الارش سلاب بيعمل رياكشن ايه؟ بيعمل واي اي واتش، رياكشن راسي واتش. طيب الواي اي بتتنقل لفين؟ بتتنقل للفيرتيكال بي. الفيرتيكال بيم بيعطي فيرتيكال رياكشن واي 2، يبقى اذا الفيرتيكال بيم بياخد الرياكشن الواي اي زائد وزنه مع الهورزونتال بيم، بيديني الكاميرا دي كونتينوس بتدي رياكشن في النهايه واي 2. كويس، اما الهورزونتال رياكشن، الهورزونتال رياكشن بتروح للهورزونتال بيم بتدي رد فعل تي زي ما شفنا دلوقتي في السلايد اللي فات. طب كويس، الواي 2 بتتنقل لفين؟ والتي بتتنقل لفين؟ بيتنقل للعمود.
يبقى اذا الطب بتاع الكولوم قمة العمود من فوق بتاخد الواي 2، ادي الجزء الاول اهو واي 2، والتي بتاع الكاميرا الافقية بتتنقل لفين؟ هورزونتال رياكشن عند العمود تي، يبقى تي ادي الهورزونتال رياكشن، والواي 2 بتتنقل هورزونتال فيرتيكال رياكشن واي 2. طيب وبعدين في عندي ستيفنر. الاستيفنر ده مش شايل احمال؟ شايل احمال. قيمته قد ايه؟ شايل وزن الاستيفنر كويس، وشايل ايه كمان؟ وشايل الحمل بتاع الهانجر. الهانجر شايل نص وزن الطاي من السنتر للسنتر، مسافة ايه زائد وزنه بيتنقل على الاستيفنر. اذا الاستيفنر عليه احمال ايه؟ احمال الهانجر اللي بتتكرر كل مسافة ايه زائد الان ويت بتاع الاستيفنر. بحول الكلام ده لنفورم لود، قيمته واي اديشنال، دبليو اديشنال. الدبليو اديشنال بتشتغل زي الارش بالظبط. يعني ايه زي الارش؟ يعني السيستم بتاعه زي الارش. طالما الاستيفنر عليه يونيفورم لود عايز ينزل الرياكشن لتحت يبقى بيشيل فيرتيكال رياكشن، عايز يحرك الـ يتحرك لبره يبقى بياخد هورزونتال رياكشن. اذا عندي واي اديشنال واتش اديشنال، بيتنقلوا فين دول؟ بيتنقلوا مع العمود. يبقى اذا الواي توتال بيبقى عباره عن الواي 2 اللي جاي من الفيرتيكال رياكشن من الفيرتيكال بيم زائد الواي اديشنال اللي جاي من الاستيفنر. طيب الاتش توتال عند العمود، القوه الافقيه عند العمود عباره عن التي اللي جاي من الهورزونتال بيم زائد الاتش اديشنال الناتجه من الاستيفنر. كويس قوي، ده كله بيتنقل الى القمه بتاعه العمود. طيب الواي دي بتروح لفين؟ الواي دي بتروح مباشره للفاونديشن. اذا الواي توتال اللي هي عباره عن واي 2 زائد واي اديشنال بتروح للفاونديشن ومنها الى القاعده. طيب الاتش، الاتش دي بتروح عند قمة العمود وهي نفسها كارد باي ايه؟ كارد باي ايتاي. ادي باستخدام الفلوت شارت الحمل اتنقل بالكامل لحد ما وصل فاونديشن واتنقل. الكونكريت دايمنشن، اول حاجة لما قلت من شوية ان الارش سلاب الافكتيف سبان بتاعه هي المسافة بين الهوريزونتال بين الفيرتيكال بيم، يعني المسافة دي هي المسافة بين محور الفيرتيكال بيم اللي هي مسافتها كام؟ قلنا الاسبان لحد 18 متر. باخد المحور ده افقي، دي الطريقة بقى اللي احنا بنرسم بيها الارش، ولازم الخطوات دي تبقى ضروري تتلسم كده نفس الخطوات اللي انا عاملها دلوقتي. يبقى دي المسافه بين محاور الفيرتيكال بيم اللي هو الاسبان بتاع الارش. اخد خط افقي هو محور الطاي. طب وايه كمان؟ هو نفسه محور الهوريزونتال بيم. يبقى اذا محور الهوريزونتال بيم هو محور الطاي وده محور الفيرتيكال بيم. طب ايه كمان؟ باخد مسافات، يعني معناها دي محاور بس، مسافات الايه؟ اللي هي المسافة بين الهانجر اللي هي قلنا من ايه؟ من 3 ل 5، من 3 ل 5 عن طريق معادلة. بحسب المعادلة هنشوفها حالا، بحسب الواي 1 معادلة الارش. يبقى عن طريق الايه بحسب الواي 1، واما الايه بتساوي 2 ايه، لو فرضنا الايه دي ب 3 متر يبقى ال 2 ايه يبقى 6 متر، احسب الواي 2. طيب وعن طريق 3A بدخل المعادلة بحط 3A أحسب القيمة الواي وهكذا. بوصل النقط دي على بعض، خلي بالك تقاطع الفيرتيكال مع الهوريزونتال ده في نقطة، باخد منه نفس النقطة أرسم محور الأرش. تلاحظ التلات محاور دول اتقابلوا في نقطة واحدة، لابد يكون التلات محاور يتقابلوا في نقطة واحدة وإلا هيتولد
additional stress عند support. باجي بقى عند البلاطة. البلاطة دي فيه ثلاث نقط رئيسية: الكراون اللي هي أعلى نقطة، الكوارتر بوينت اللي هي النقطة عند ال على 4، الفوت عند الجزء اللي هو السبورت عند القدم. سمك البلاطة عند الكراون تتاخد امبيريكال من 8 ل 10 سنتي، عند الكوارتر بوينت هي المتوسط، عند الفوت باخد من 12 ل 15 سنتي، اما الكوارتر بين زي ما قلنا دلوقتي باخد متوسط. لو خدت النقطة الأولانية 8 باخد النقطة الأولانية دي 12، متوسطهم كام؟ 10 سنتي. لو خدت النقطة الكبيرة 10 سنتي عند الفوت بيبقى 15، متوسطهم 25، باخدهم تقريبا 12، يعني كأنهم متوسط 12 ونص باخدهم 12. هو امتى اخد من 8 او 10 سنتي عند الكراون؟ الرينج حقيقي بتاع القرش هو من 12 الى 18، يعني من 12 متر الى 18 متر. طيب لو كنت باخد الابعاد 12 متر و13 متر و14 متر، باخد البعد الصغير، سمك البلاطة 8 عند الكراون، 10 عند الكوارتر بوينت، 12 عند الفوت. لو كنت باخد الأبعاد 15 لحد 18، باخد البعد الكبير اللي هو 10 سنتي عند الكراون، 12 عند الكوارتر بوينت، 15 عند الفوت. طبعا تلاحظ هنا البعد هنا صغير وعم بيزيد تدريجيا. ليه انا عملت كده؟ ده اللي احنا هنشوفه، ده خاص بالاستاتيكال سيستم. بعد كده بعمل البلاطة، اجد ان البلاطة هنا بتبقى عمقها سمكها اقل وبتزيد عند الفوت. بعد كده احط الطاي، ادي الدبس بتاع الطاي، هو الدايمنشن بتاعته من 30 ل 50. بعد كده باخد الفيرتيكال بيم، ده كان المحور، باخد لو ده عرضه 25 باخد 12 ونص و 12 ونص. باخد هنا الهوريزونتال بيم، باخد البعد الرأسي بتاع اللي هو يعتبر عرض الهوريزونتال بيم، باخده نفس الدبس بتاع الطاي وازود عليه 10 سنتي، لأن الحديد بتاع الطاي بيخش في الهورزونتال بيم، يبقى إذا البي هورزونتال بيبقى نفس التي الطاي زائد العشرة سنتي، عشان تسهل تركيب الحديد بتاع الطاي أدفنه في الهورزونتال بيم. باخد أبعاد الهنجر من 15 إلى 25 زي ما قلنا لحد ما أعمل ديزاين. باخد هنا من بطنية الهورزونتال بيم، باخد ده ارتفاع الاتش، ارتفاع العمود ده لحد وش القاعدة، يبقى ده وش القاعدة، يبقى ده ارتفاع العمود. باخد العمود ده عشان يكون شورت، باخد ارتفاع العمود اقسمه على 8 ل 10 عشان يبقى شورت كولوم، وبالتالي ما اعملش اديشنال مومنت ويبقى لونج كولوم وبالتالي اعمل اديشنال ستيل. الكونكريت دايمنشن، باخد مسافه الرايز اللي هي من عند السنتر لاين اللي هي عند الكراون لحد السنتر لاين للطاي، باخده اف اسمها الرايز، ال على 6 ل 8. السبيسنج، المسافه بين السنتر لاين للسنتر لاين العمود من 4 ل 6 متر. الاي المسافه من السنتر لاين لاول حاجه الفيرتيكال لحد اول اكس للهانجر من 3 ل 5 وهكذا بيتكرر من 3 ل 5 متر. التي بتاع الطاي من 30 ل 50 سنتي. التي بتاع
الهانجر من 15 ل 25 لحد ما اعمل ديزاين. طبعا قلنا الابعاد دي كلها امبيريكال لحد ما اعمل ديزاين. يعني افرض البعد ده ينفع فيه 15 سنتي، يبقى 15 في 15. طيب لقيت البعد ده ما يكفيش، اخد 20 في 20، 25 في 25، 30 في 30. زي ما قلنا دلوقتي العرض بتاع الهوريزونتال بيم باخده نفس التي بتاع الطاي وازود من 6 ل 10 سنتي. انا افضل ان تكون 10 سنتي عشان بسهوله اقدر احط الكنال بتاع الهوريزونتال واقدر احط الحديد بتاع الطاي بقدر يكون انف بحيث ما يبقاش باتني الحديد. التي فيرتيكال لان الفيرتيكال بيم كونتينيوس، الدبس بتاع الفيرتيكال باخده كونتينيوس اللي هي الاسبان على 10. ادي الاستيفنر اللي قلنا له من الاهميه ان بعلق فيه الهانجر. تعالوا نشوف الاستاتيكال سيستم بتاع الارش سلاب. الارش سلاب انا باخده 3 هانجد ارش. طبعا هو كان البلاطه كان عباره عن ايه الاول؟ كان سيمبل سلاب. سيمبل سلاب يعني معناها البلاطه اسيوم ذا هنج سبورت على الفيرتيكال بيم. طيب الهنج ده اما كان سيمبل سلاب كان ايه؟ كان سيمبل على اساس ان هو اسيوم ذا هنج. لكن كنت بصب البلاطه السيمبل مع الكاميرا الفيرتيكال وكنت بقول هنا في بارشل فيكسيشن، لكن في التصميم كنت بقول هنج صفر وصفر عشان كده علقنا المومنت من السبورت. بس كنت بعمل شويه بارشل فيكسيشن على اساس ان الاثنين صبتهم مونوليتيكالي مع بعض. نيجي على القرش بقى. القرش مع الفيرتيكال بيم اسيوم ذا هنج. نيجي بقى في النص، انت قلت لي 3 هنجد ارش، يعني عند البيك انت قلت هنا في اسيوم ذا هنج. ليه انت عملت هنج هنا؟ وليه سميت ده 3 هنجد ارش؟ وبالتالي اصبح ستاتيكالي ديتيرمينت. هي حقيقي له سبب. السبب ان سمك البلاطه سمك صغير قوي، رقم بيتراوح من 8 لحد 12 في المتوسط، والاسبان 18 متر. يبقى البلاطة سمكها الريليتف دايمنشن بين سمك البلاطة للاسبان رقم صغير جدا. سمك البلاطة 1 الى 160 لواحد ل 180. اصبح البلاطة حساسة جدا لأي موفمنت لحركة الفونديشن. لو حصل فرق هبوط، لو حصل فرق تغير درجة الحرارة من الداخل للخارج، لو حصل تغير في الحمل، مش يونيفورم لود فوق القاعدة، نفرض ان الحمل كله نتيجة الويند او نتيجة ان الاحمال اللايف لود في جزء والتاني مش موجود فكان في كيس اوف لود. نتيجة كل القصص اللي احنا قلناها الثلاثة دول هيحصل البلاطة دي نتيجة سمكها الرفيع قوي كومبيرد بالزبان هيحصل شروخ على حسب التحميل. الهبوط حصل فين هيحصل شرخ، يعني ممكن يحصل لو القاعدة دي هبطت ممكن يحصل شروخ هنا. الشرخ ده شكله ايه؟ شرخ طولي في البلاطة في اتجاه طولي، اتجاه طولي. طب الشرخ اللي حصل ده شرخ ايه؟ احنا بنسميه زي وجود شرخ، معناها ان البلاط اصبحت مسموحة بالروتيشن حوالين نفسها. انا بسميه الشرخ ده معناها الاسترس وصل للماكسيم اللوبل ستريس، فبيبقى اسمه بلاستيك هنج. بلاستيك هنج. اذا البلاستيك هنج
ممكن يحصل هنا، ممكن يحصل هنا، ممكن يحصل في أي مكان. إذا البلس كهنج حتما هيحصل بس في مكان مجهول. البلس كهنج ده يعني إيه؟ هنج أسيوم ده موجود على البلاطة بس في مكانه فين عشان أقدر أحل. إذا الهنج موجود، موجود نتيجة فرق النسبي الكبير بين سمك البلاطة لطول البحر. طيب عشان أجي أحل ما تقدرش تحل البلاطة ليه؟ لأن مكان الهنج ده مجهول، هو على بعد كام؟ مش معروف. فقلنا الحل أعمل إيه؟ أحل الحل إن أنا أقلل سمك البلاطة في النص، أقلل سمك البلاطة، أخلي هنا سميته كراون، أخلي السمك ده صغير، وبعدين السمك ده بيزيد تدريجي. طب لما يجي يحصل فرق هبوط أو فرق تغير درجات الحرارة أو نتيجة فرق تغير الحمل يونيفورم لود على البلاطة، في الحالة دي لو أنا عملت السمك هنا صغير، طبيعة الشرخ بيحصل فين؟ دايما بيحصل في الجزء الأضعف في البلاطة. فأنا لو قللت سمك البلاطة في النص، البلاستيك هنج هيتكون في النص. إذا أما جيت سميت هنج في النص كان عندي حق، يبقى عندي 3 هنج قرش اللي عند الصبار، يبقى ده أسيومد هنج، وعند في النص بلاستيك هنج. وقلنا السبب إيه؟ وده السبب إن إحنا نتيجة الريلاتيف سيكنس الكبيرة جدا بين السبان والسمك، البلاستيك هنج بيحصل في البلاطة، وده ده ناتج من عوامل كتيرة جدا، الانيكوال لود او التمبريتشر تشينج او الديفرينشال سيتلمنت في الكولومز. ده ممكن يحصل في اي مكان، وبالتالي كان حتما ان انا اخلي سمك ريدكشن للبلاطة عند الكراون، وبالتالي ده هيعمل لي يولد لي بلاستيك هنج عند الميدل في الجزء الاضعف، وبالتالي الكراك ويل جنريت ات نون بوينت، نقطة معروفة، وبالتالي يمكن سولف ذا ارش، يمكن حل البلاطة. يبقى ده هنج هنا وهنج هنا وهنج هنا.